أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعي برنامج خطوة في حلقة جديدة من برنامجكم، وزي ما وعدناكم إن خطوة دايما معاك، خطوة بخطوة، خطوة بيحط رجلك على الطريق الصحيح، خطوة دايما معاك في الاتجاه الصحيح. النهاردة هنناقش مشاكل كتير قوي بتقابلنا في حياتنا، وإزاي نطور حياتنا للأحسن، وإزاي يكون الأب دايما داعم لابنه، وإزاي نناقش كل قراراتنا وحياتنا المصيرية. ولكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بزميلتي الإعلامية المتألقة الأستاذة فاطمة، شرفتينا ونورتينا يا أستاذة. اهلا بيك يا محمد وبكل الساده المشاهدين. ان شاء الله بنبدا معاكم حلقه جديده من خطوه، والحقيقه النهارده بدايه لسيزون 2 من برنامج خطوه. ان شاء الله يكون سيزون مختلف بكل القضايا والموضوعات اللي هنطرحها، واللي اكيد هتمس حياتكم وهتكون حديث لما يدور في الشارع المصري. اما بالنسبه لموضوع النهارده فالحقيقه بيجي لنا سؤال بشكل متكرر على رسائل صفحتنا على فيسبوك: ازاي نحمي نفسنا من الامراض النفسيه؟ ازاي نقدر نعمل ده في وسط كل الضغوطات اللي حوالينا؟ بنلاقي ضغط في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الشغل وفي كل حاجة في حياتنا، وكمان في ظل وجود جائحة فيروس كورونا واللي ما زالت مستمرة حتى الآن، بقى فيه كده حالة من الإحباط والاكتئاب اللي سببتها فيروس كورونا لعدد كبير من الناس. وفي برضو عدد كبير من الناس شايف أن سنة 2020 كانت غير موفقة إلى حد ما نتيجة الأحداث المتلاحقة اللي كانت مؤسفة لبعض الناس. كل ده بيأثر علينا وعلى نفسيتنا، كل ده بيسبب العديد من الأمراض، مش بس النفسية ولكن أيضا أمراض عضوية وتأثير سلبي على الصحة بشكل تام وكامل. إزاي نحمي نفسنا من الأمراض النفسية؟ ده سؤال بيندرج تحته العديد من الموضوعات، وكل موضوع ليه تفاصيل ومعلومات كتير جدا هنجاوب عليها النهاردة في حلقتنا مع اللايف كوتش أدهم المصري، استشاري الصحة النفسية والأسرية وخبير التنمية البشرية. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا في البداية يمكن اتكلمت عن الأمراض النفسية، فلما نقول مرض نفسي عايزين برضو نعرف ايه أسباب الأمراض النفسية. بما ان حضرتك خبير ومتخصص في المجال فأكيد بتتعرض لحالات كتير جدا، ايه الأسباب المتكررة اللي بتلاقيها عند كتير من الحالات؟ طب خليني أقول في البداية كده إن أسباب الأمراض النفسية، عشان دايما بحب أقول في المقدمة إن الحقيقة المرة أحسن من الوهم المريح. والحقيقة المرة للأسف إن سبب الأمراض النفسية في اللي بتحصل للأشخاص هو عدم إيمان الناس بكلام رب الناس. عدم إيمان الناس بكلام رب الناس بمعنى إيه؟ بمعنى إيه إيمان؟ في ناس تقول لي لا أنا مؤمنة، أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج. أقول لها جميل، أنت حضرتك قلت بلسانك أركان الإسلام وليس أركان الإيمان. أركان الإسلام هو الصلاة، الصوم، الزكاة، أن أنا أقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وزكي وحج وكل الكلام ده. أنت قلتي أركان الإسلام وليس أركان الإيمان. أركان الإيمان تختلف اختلافا جذريا. طيب عندك عن اليقين. الإسلام طبعا. طيب أنا دلوقتي عايز أقول حاجة، عشان نشفى من الأمراض النفسية وربنا قالنا في القرآن إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ليه؟ لما في الصدور للمؤمنين. ما قالش للمسلمين. ليه ما قالش للمسلمين؟ لأن المسلمين هو بيقيموا بأعمال المسلمين اللي هو الصلاة والصوم. هل ربنا بيشفيهم؟ لا، ربنا يشفي المؤمنين. ونركز عليها قوي، حتى ربنا عشان نختلف، يعني في فرق بين الإيمان وفي فرق بين إن أنا أكون مسلم. آه طبعا، ربنا بيقول إيه في القرآن؟ قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن إيه؟ قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قولوا آمنا. قولوا براحتكم بقى، قولوا اللي أنتوا عاوزينه. يعني في فرق دينيا، إن في فرق بين المسلم أو الإسلام والإيمان. آه طبعا طبعا، انت ظاهريا مسلم، انا لما اشوفك بتصلي اقول ده ظاهريا مسلم، بس هل هو عنده ايمان؟ لا، احنا ما بنعرفش نفرق بين الايمان وان انا اكون مسلم. ربنا بيشفي الذين امنوا فقط. فقط. طيب يعني ايه عشان نوصل للشفاء نعمل ايه؟ يعني ايه ايمان؟ ان انا اؤمن بايات ربنا. يعني ايه اؤمن بايات ربنا؟ هديكم مثال صغير قوي. لو في ايه في القران بتقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا. الناس لما بتحصل لك ازمه او تحصل لك اي مشكله نفسيه، المفروض انا كانسان مؤمن بايات ربنا ان انا اعرف ان ربنا هيجيب لي الايه؟ الاحسن، خير. بالظبط، اللي انا فيه خير، لان ربنا قال لك وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. في نفس المشكله كثيرا. في نفس المشكله فيه خيرا كثيرا. احنا بيحصل لنا ايه؟ احنا بيحصل لنا ايه؟ احنا بنقعد يجي لنا مشكله نقعد نبكي،
ونقعد ده نحزن صحيح. ونقعد نعيط، يبقى هيجي له امراض نفسيه. طبعا هيجي لك امراض نفسيه، ليه؟ لانك لم تؤمن بايات ربنا. وربنا قال لك، قال لك ايه تاني؟ ان مع العسر يسر، معاه في نفس اللحظه. ده صحيح. بس انت ظن بربنا ظن خير، ساعتها مش هيجي لك امراض نفسيه، ربنا بيحميك في نفس اللحظه اللي انت قاعد فيها. ورسولك قال لك ايه؟ تفائلوا بالخير تجدوه. وقال لك اوعى تتبع خطوات الشيطان، لان خطوات الشيطان هي اسباب الامراض النفسيه اللي بنشوفها في كل حياتنا. بالزبط. ربنا قال لك اوعى تتبع خطوات الشيطان. ايه خطوات الشيطان؟ اول خطوه الشيطان بيعملها ان بيوقعك في الحزن، وربنا يقول لك ايه؟ انما النجوى من الشيطان. ليه؟ ليه؟ ليحزن الذين امنوا. ليحزن الذين امنوا. الذين ايه؟ بس ما تسمعش كلامه بقى، بيقول لك ما تتبعش خطواته. طبيعي. اللي بيحزنك ده هو الشيطان. يعني ايه النجوى؟ النجوى عارف الوساوس القهريه اللي بتجينا الساعه 12 بالليل دي، تقعد تفكرنا بكل حاجه حزينه، الواحد ينام تبص كل يعني جميع الامراض النفسيه، تلاقي بعد الساعه 12 يقعد يفكر في كل المساوئ، يقعد يفكر في الحزن والحاجات القديمه اللي حصلت، وانا عيطت وانا صوتت وانا عملت. هو عامه هو لو صبر، ما هي الصبر عامه، انا مش عايز صبر، انا مش عايز صبر، هو ربنا عايز ايمان. تمام. الصبر الجميل يعني ايه؟ ان انا اتوقع في عز الازمه النفسيه ان مع الازمه دي معاها، معاها مش بعدها لا، معاها فيها، فيها خير. وربنا قال لك خيرا كثيرا. شوف لما ملك الكون يقول لك ده فيها خير كتير قوي، يعني فيها ايه؟ فيها كل حاجه طبعا انت تحتاجها واكتر. بس عايز منك ايه؟ عايز ظن، ظن في ربنا خير، تفائلوا بالخير. جميع الامراض النفسيه بتنشا من هنا، هي دي الامراض النفسيه اللي انا ما بطبقش كلام ربنا في الايات، هو ده اللي اسمه الايمان. انت لازم تؤمن بايات ربنا. عشان كده قلت لك اسباب الامراض النفسيه هو عدم ايمان البشر بكلام رب البشر. تمام. ما هي في بعض الناس بتبص لما يتحط مثلا في مشكله، تبص تلاقي ايه النظره تشاؤم زي ما حضرتك قلت كده. لا هو مش هو التشاؤم، فما بيظنش بقى، هو ربنا قال لك انا عند ظن عبدي بي. تمام. تمام. فهو بياخد دايما الجانب السيء، فبص يحط لنفسه بقى حته ده صعب، ده مستحيل، لا انا مش هقدر اعمل كده، او مش هقدر اطلع من اللي انا فيه، فبالتالي هو بياخد نفسه لسكه تانية. برافو عليك. ليه بيعمل كده؟ لان الانسان ده اللي بيعمل كده هو اولا هو ما عندوش ايمان بالايه دي. يعني ربنا قال له كده اعرف ان مع المشكله دي في خير، ما امنش بيها. طبعا محتاجه تدريب طبعا. ان انا اتدرب على الايه دي، وان انا لما يكون عندي مشكله او يحصل لي اي ازمه نفسيه ان انا اتوقع الخير واظن بربنا ظن خير، ده عايز تدريب كبير. عشان كده في جلسات نفسيه لازم تتدرب عليها وتعمل جلسات عشان تتدرب انك تبقى عندك ايمان وليس مسلم. الاسلام عمره ما كان مش بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه. ممكن الناس تقول لك انا بصلي وبصوم بس بيجي لي امراض نفسيه، ما هو ربنا قال لك كده في القران، لانك انت كده بتعملي اركان الاسلام وليس الايمان. وانا قلت لك الامراض النفسيه هي بتيجي بعدم ايمان وليس عدم اسلام، وقلنا الاعراض. فلازم نفهم ان في فرق بين المؤمن والمسلم. طب بما اننا دخلنا في حته التشاؤم والاكتئاب والكلام ده، خليني برضو يعني اكمل في نفس السياق. انا دايما لما بقعد مع نفسي بسال نفسي كده سؤال، ودايما ما بلاقيش اجابه مقنعه. بسمع جمله بتقول انا حياتي وقفت على حد معين فارقته، او على حاجه كنت بحبها وضاعت مني، فانا حياتي وقفت. فلما بسمع الناس ترد عليه تقول له لا الحياه ما بتقفش على حد، فبيجي في بالي المعنى الحرفي للجملة ان الحياة ما بتقفش على حد، يعني هم واخدين بالهم ان خلاص احنا كل واحد ثابت في مكانه، النباتات نموها وصل لحد معين، المراوح والتكييفات كلها وقفت، وكل الكلام ده خلاص ما بيشتغلش. لو جينا نتكلم عن نفسيا، تمام، ممكن شخص يجي عند نقطة معينة او حدث معين في حياته وحياته نفسها ما ترجعش زي ما كانت الاول، وفعلا بالنسبة له تكون حياته وقفت. اي انسان لو حصلت له اي ازمه نفسيه يقدر يرجع بسهوله جدا، بس الحاجه دي محتاجه ان انا اتدرب. زي ما انا دلوقتي انا ما بعرفش مثلا السباحه، ما بعرفش اسوق، بروح لمدرب يعلمني فتره معينه ازاي ان انا ابقى اتعلم السباحه، او ازاي اتعلم ركوب الطياره. مظبوط. كل حاجه محتاجه تدريب. الانسان اللي بيقول كده هو شاف الانسان اللي متعلق بيه ده شافه حاجه كبيره قوي، عمله اله. فربنا بيقول لك لا تجعل مع الله ايه؟ إلها اخر. ليه؟ فتقعد مذموما مخزولا. اعرف الشخص اللي هتتعلق بيه ده اكتر واحد هيغزلك. ده ربنا. انا لسه بقول لك احنا محتاجين ايه؟ ايمان بالايات. فاحنا لو امنا بالايات ان اي حد هشوفه حاجه كبيره قوي وهحطه في مرتبه الاله، ربنا قال لك ايه؟ فتقعد مذموما مخزولا، يعني تتخزل. والانسان اللي بيعمل كده او بيتعلق بحد ده بيكون انسان ما عندوش، مش عارف نفسه ولا عارف قيمه نفسه ولا عارف هو مين.
يعني انت مش عارف انت مين اصلا عشان بتقول كده، انت مش عارف. اعتقد الموضوع انت مين. غير ارادي برضو، يعني لا، لما حد بيتعلق بحد بيكون ما هو حاجه غير اراديه. الحاجه كل حاجه محتاجه تدريب، انا لازم اتدرب، انا اعرف انا مين الاول. هل انت تعرفي انا مين؟ انت حضرتك تعرف انت مين؟ انت او انا او اي حد ربنا خلقنا، احنا كلنا ربنا خلقنا قال لك انا ذكرك في القران، ولقد ايه؟ ولقد كرمنا ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. انا ذكرتك في القران يا انسان، ذكرتني قلت لي ايه يا ربي في القران؟ قلت لك كرمت بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم. يعني ايه ربنا كرم بني ادم؟ يعني خلاك انسان وليس جماد ولا حيوان. ده صحيح. تاني حاجه، ربنا عمل لك جنه عرضها السماوات والارض، ليك انت فيها لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وميزك بالعقل كمان، يعني هو العقل بقى، هو مديك عقل فيه 140 مليار خلايا عصبيه. 140 ايه؟ مليار خلايا عصبيه. وفي حديث قدسي جميل قوي اكيد محدش يعرفه او يسمعه كتير، حديث قدسي يعني مرتبه الايات. ربنا بيقول ايه؟ مسك العقل، العقل البشري اللي هو عندي وعند حضرتك وعند حضرتك، مسك العقل البشري تمام. قبل ما يديه لسيدنا ادم ربنا قال ايه؟ مسك العقل بين يديه اللي عندي وعندك، والناس يقول لك انا مش قادره او مش عارفه، مسك وقال ايه؟ وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ومرة قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعظم منك. ده الحديث القدسي، حديث القدسي ربنا مسك العقل بين يديه وقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعظم منك، وده لسيدنا آدم. أنت عندك عقل 140 مليار خلايا عصبية، عارف يعني إيه؟ ربنا سخر لك السماوات والأرض، وسخرنا لكم، سخر لكم إيه؟ السماوات والأرض وما في الأرض جميعا، صح؟ منه. وجاي تقول لي مش قادر، انت مش عارف مين اللي خلقك ومين اللي صنعك ومين اللي سواك؟ ده الملك. ده صحيح. انت عندك امكانيات، ده ربنا ذات نفسه نفخ فيك من روحه. هو البني ادم على فكره هو اللي بيحط نفسه لسكه الفشل دايما في حته ايه؟ زي ما قلت لحضرتك، حته إيه؟ ان هو خلاص ان ده كان هو القائد بتاعي او العكاز بتاعي. حلو، يبقى ده ايه؟ يبقى الشخص ده ايه؟ هل هو غذى نفسه بالكلام اللي انا بقوله ده؟ لا طبعا. عشان انا بقول لك ان اي مرض نفسي محتاج ايمان، انا محتاج ان انا اقول كل اليوم الايات دي لنفسي، اغذي بيها قلبي، كل يوم اقول ده ربنا الله سبحانه وتعالى نفخ فيا انا من روح، من روح، ونفخنا فيه من روحنا. عارف يعني ايه ربنا ينفخك من روحه؟ يعني انت جزء، وحضرتك جزء من روح الله، انا جزء من روح الله، والمشاهدين كلهم جزء من روح الله، ولكن فيك الناقص والله فيه الكمال. يعني ايه جزء من روح الله؟ يعني ربنا قادر وانت كمان قادر، ربنا قوي وانت قوي. لو انا مغذي نفسي كل يوم بالايات دي، اصل دي ايات، ده ايمان، يبقى انت هتبقى هتكون قوي بايمانك بربنا. طبعا، ما هو ده، انا عايز اكون قوي نفسيا لازم اؤمن بالايات، لازم اعرف الاول انا مين، انا مين. انت من صنع الله، انت ربنا هو اللي خلقك، الملك هو اللي خلقك. وقال لك يعني كان في مقوله للشيخ الشعراوي كان بيقول بتعجبني قوي، يقول لك اذا نظرت في نفسك ستجدك جزء من روح الله، لو نظرت في نفسك ستجدك جزء من روح الله، ولكن فيك الناقص والله فيه الكمال. تمام. وتقول لي مش قادر او تقول لي هتعلق بحد، اتعلق بربنا ان هو اللي خلقك. صح. واللي ساعتها ما تتعلق بربنا، اليس الله بكاف عبده؟ صحيح، هيكفيك ويغنيك، وساعتها يجيب لك الناس كلها تحت رجليك. بالظبط. في حديث وفعلا في حديث قدسي بيقول ربنا بيقول للبني ادم خلقت الاشياء، خلقتك من اجلي فلا تتعب فلا تلعب. تمام. وخلقت الاشياء كلها من اجلك فلا تلعب، فسر في فسر في طاعتي املأ قلبك غنى واسد فقرك. برافو عليك، هو ده معنى اللي احنا عايزين نوصله. طب لو جينا نتكلم عن الشخص، نتكلم شويه عن جلد الذات اللي بعد برضو الساعه 12، وازاي الشخص يقدر يتصالح مع نفسه او ذاته. يتصالح مع نفسه ان هو لازم، انا عملت مشاكل نفسيه كتير قوي لنفسي. النفس هي مشاعرها كلها في القلب. انا عملت اذى نفسي كبير قوي في حياتي، لازم ابدا ان انا عشان اتصالح مع نفسي وابدا ان انا اتصالح مع نفسي، انا ما دخلتش الايمان جوه في قلبي. ان ربنا قال لك ولما يدخل الايمان في ايه؟ في قلوبكم. انا ما دخلتش الايمان، مين اللي غلطان هنا؟ انا لازم اقول ايه؟ انا اللي قصرت في حق نفسي. لازم اقول اربع كلمات مهمه قوي نفسيا، ودي اخطر كلمات في علم النفس. لو بقعد اكررها كتير مع نفسي ببدا نفسي تتصالح معايا، وببدا ان انا اعرف نفسي. ايه هم الاربع كلمات؟ ببدا كده احط ايدي اليمين زي ما كان سيدنا محمد دايما بيحط ايدي اليمين على القلب، على قلب اي حد تعبان او مريض، انا كمان احط ايدي على قلبي ناحيه الشمال، وابدا اقول اربع كلمات. ايه هم؟ دايما اقول لها انا اسف، انا اسف فعلا عشان ما دخلتكيش الايمان في قلبي،
انا ما دخلتش الايمان في قلبي، اول حاجه انا اسف، ارجوك سامحيني، انا احبك، شكرا، انا اسف، ارجوك سامحيني، انا احبك، شكرا. الكلمات دي سحر، لما بقعد اكررها كل يوم 21 يوم على النفس او على قلبي، ببدا نفسي ممكن اما تقوليها في مره ممكن تبكي، تاني مره تالت مره تبداي تبكي. ليه؟ لانك فعلا انت اذيتي نفسك. اذيتي نفسك بايه؟ اللي انا ما دخلتش الايمان في قلبي، لان كنت فاكره ان الايمان هو الصلاه والصوم والزكاه وان انا حج واقول لا اله الا الله. وعرفنا ان ده ايه؟ ده اسلام. فعلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان كل المشاكل اصلا منبعها القلب. قال لك الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد، واذا فسد فسد كل حاجه. وحتى ربنا قال لك في ايه، يعني ايه يقول لك ايه في القران؟ يقول لك لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم خالي من الحزن ومن الياس ومن الاحباط ومن الاكتئاب اللي دايما الناس بتعيش فيه. لان الناس مفروض تتدرب ازاي لما يجي لي عرض او يجي لي اي احداث سلبيه، او سواء الاحداث السلبيه دي ممكن يكون حزن، خوف، ياس، قلق، توتر، اي حاجه، ربنا قال لك في المشكله دي هيجي لك خير كبير. ومره قال لك هو خير لكم، وهو خير لكم. انت مؤمن بده ولا مش مؤمن؟ مؤمن؟ لا، ما بعملوش، لانك ما بتتفائلش. انت بيجي لك الحزن او الخوف او القلق او القلق، اي مشاكل نفسيه بتعمل ايه؟ بتقلق، بتحزن، تقعد تعيط وتبكي. ما ربنا ما قالكش كده، ربنا قال لك ظن فيا الظن الخير عشان اجيب لك خير. انا عند ظن عبدي بيه. هناخد حضرتك لسكه تانية. دايما برضو بيتكرر حته السوشيال ميديا بقت مؤثره جدا في حياتنا، وبتاخدنا لسكك تانية وبتغير حياتنا، يا اما للاحسن يا اما للاوحش زي ما بنشوف. وده ناتج على ان احنا في البعض غير مؤهل ان هو بيستخدمها الاستخدام الامثل، فبتاخدنا لسكه تانية بتضر حياتنا وبتضر مجتمعنا. فكنا عايزين ان نعرف من حضرتك وجهة نظرك في بس الموضوع السوشيال ميديا في الاخص. يعني انا دلوقتي لو انا قاعد 24 ساعه على النت، على الفيسبوك او اي او تويتر او اي حاجه، هاويفر هي ايه، انا بيجي لي كل حاجه، بيجي لي الحزن وبيجي لي التشاؤم وبيجي لي. انا لما بقعد اقرا الحاجات دي كتير او اشوف الناس منزله ايه بوستات عن في النت، ببدا ان انا اشوف حاجات حزينه، ودي مش عارف ده حصل لها ايه، ودي انا حصل لي ايه، وده انا حصل لي ايه. بيبدا يبرمج عقله ان الحياه سودة. مشكلة كمان ان في ساعه كمان في طلع البرنامج اللي هو التيك توك، فطبعا من ساعه ما طلع واحنا بقينا نشوف بصراحه، يعني هنقول القليل قوي اللي بيستخدموا الاستخدام الامثل، وبعدين بنشوف عاهات تانية كتير قوي برضو بيعملوا. لسه بيكلمني في الموضوع ده في الكواليس، فعلا قال لي ان المحتوى اللي بقى يقدم على السوشيال ميديا ما بقاش زي زمان، او بيعتمد على محتوى هادف علشان يفيد الجمهور. لا، بقينا دلوقتي اي حد يعرف ان السوشيال ميديا او على سبيل المثال اليوتيوب هتعمل فيديو هتحقق نسبه مشاهده كذا هتكسب مبلغ كويس، بقى كله فبالتالي فبالتالي ما بيقدمش محتوى. شفت انت قلت ايه دلوقتي؟ انت قلت ان الناس اللي بتعمل كده عندها ايمان باللي هي بتعمله. وربنا يقول لك ايه، وفي مقوله معروفه جدا، ان الله لا يعطينا ما نريد حتى نؤمن بما يريد. لو انت عندك ايمان ان الحاجه دي هي اللي هتكسبك، جو. لو انت عندك ايمان ان ايمانك بالله وتطبيقك لايات ربنا هو اللي هيكسبك، ده براحتك. انت عندك الطريق، ربنا دايما بيحطنا في اختيارين، يا اما عمالين، يا اما جنه يا اما نار، يا اما خير يا اما شر، يا اما حق يا اما باطل، يا اما حلال يا اما حرام. تمام، ربنا دايما بيحطنا في اختيار، وانت اختار. انا كواحد عاقل عندي عقل وربنا اداني عقل وانا بغذي عقلي، يعني بقعد اقرا واتعلم واثقف نفسي، هل هروح للقصه دي؟ استحاله، ما عنديش ايمان بالقصه دي. انا عندي ايمان باللي خلق الكون، عندي ايمان ان الحاجه دي هي اللي هتسعدني مش الحاجه دي، لان رب الكون هو اللي خلق الجسد ده وعارف ايه اللي المفروض يدخل جسدي وايه اللي مش المفروض يدخل. انا استخدمت الاستخدام الخاطئ، يبقى انا هيجي لي الحاجات دي. اكتر ناس معرضه للمرض النفسي هم الاشخاص دول، لانهم امنوا بالشيء ده وشافوا ان الحاجه دي هي اللي بتساعدهم، هربوا عن الدين وعن ايات ربنا وايمانهم بيه وامنوا بده. ان الله لا يعطينا ما نريد
حتى نؤمن بما نريد. شوف بقى انت بتختار يا اما جنه يا اما نار، يا اما خير يا اما شر، يا اما حق يا اما باطل، براحتك. هو ربنا نزلك هنا عشان تختار بين شيئين، اللي انت عاوزه اختاره. تختار ايه؟ حلال ولا حرام؟ براحتك، انا كده كده هحاسبك في الاخر. يا ده يا ده، انت حر. كل واحد على حسب عقله، كل واحد على حسب برمجته وبيئته واللي هو شايف نفسه الصح. بيسمع كتير، برمج عقله بايه؟ بايات ربنا ولا برمج عقله بكلام الناس؟ اصل الفيديو ده هيجيب مشاهده كذا، اصل هيحقق لي ربح كذا، اصل هيعمل لي كذا. طب ما ربنا هو الرزاق مش الفيديو، هو الرزاق. انت مؤمن بمين؟ بده اللي هيرزقك ولا ده الرزاق؟ صح. الناس بتؤمن بالغير، بالناس الاخرى، فيقول لك انت حر. من اسباب الامراض النفسيه اللي انت تؤمن باي حد اسمه الرزاق غير الرزاق، يبقى انت طلعت بره الايمان. وفي النهايه بنشكر حضرتك يا دكتور ادهم حبيبي يا باشا. وخلونا نرجع نطلع الفاصل ونرجع نرحب بضيوفنا استكمالا لفتره او لموضوع السوشيال ميديا والاستخدام الامثل له. نترككم نرجع فاصل، خليكم معانا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، واستكمالا لموضوع السوشيال ميديا وتأثيره في حياتنا، حبينا نرحب باليوتيوبر الأستاذ مصطفى السوري. شرفتنا ونورتنا. أهلا بيك يا مصطفى، منورنا النهاردة في حلقتنا طبعا. وحابين أننا نتعرف كده على كواليس معينة عن حياتك، وعن كمان بما أنك يوتيوبر فالمحتوى اللي بتقدمه أكيد هنتكلم فيه. بس خليني في البداية أبدأ معاك بأنك تكلمني عن نفسك شوية. بدايتك مع السوشيال ميديا كانت إمتى فعليا؟ يعني بدايتي في السوشيال ميديا كانت من حوالي 3 سنين. كانت على أول ما ابتديت كان على التيك توك، كان لسه اسمه ميوزيكلي يعني. فيعني الموضوع كان جاي معايا بترفيه شوية. بعد كده لاحظت ان هو اصلا ممكن في ايده ان هو ايه يشهر، لان انا كده كنت بجري اصلا ورا الموضوع بتاع التمثيل وكده، حاسس ان هو ممكن يشهر. فابتديت ان انا اعمل فيديوهات حاجات زي كده. انت اصلا حابب مجال التمثيل؟ جدا جدا يعني. نزلت بروح مكاتب كتيره جدا ونزلت كذا لوكيشن، بنزل عشان اخد ارقام مخرجين مش اكتر. بنزل اخد ارقام مخرجين او رقم ريجستير، كل ده عشان بس ان انا اكون علاقات. مش مهم عندي بقى حته ده في حد ذاته. ده في حد ذاته شيء كويس ان انت تبقى مؤمن باللي انت بتعمله ويبقى عندك هدف وبتحاول توصل له. يعني كون ان انت تنزل وتاخد الارقام بس، فده في حد ذاته ايمان وهدف انت بتحاول توصل له. وده بنحاول كتير نحطه في داخل كل واحد. يعني طالما لازم انت عايش عشان هدف، لازم تحارب عشان توصل له مهما كانت النتائج. بس هي مشكلتنا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، اللي هي زي من ساعه ما ظهر التيك توك، وفي زي ما قلنا في عهاب بتستخدمه غلط. يعني هو بيقول لك احنا نعمل حاجه غريبه كده فنتشير بيها، فبالتالي هو لا بيقدم محتوى ولا بيفيد، بس هو بيدمر اخلاق بعض الشباب. فاحنا كنا عايزين نعرف وجهه نظرك. هو ده حقيقي يعني. في ناس كتيرة جدا على الابليكيشن بتاع تيك توك ده، في ناس كتيرة جدا بتدمر الموضوع ده، وانا جات لي فترة كده بطلته لمدة سنة بسببهم. ده حقيقي. ورجعت ما كملتش من شهرين، رجعت الحمد لله وبنفس التطور بتاعي وبنفس عدد المشاهدات بتاعتي. بس هو في ناس برضو، طالما في كل حاجة في الحلو، ما في كل حاجة فيها حلو فيها الوحش طبعا، بس الوحش بقى أكتر. يعني دلوقتي أي حد بقى بيدخل على السوشيال ميديا، كان زمان مثلا كنا بندخل على السوشيال ميديا عشان حاله من الملل والرتابه اللي في حياتنا، او بنهرب من ضغط الدراسه او الشغل، فبنلجا الى السوشيال ميديا كوسيله من وسائل التسليه والترفيه. دلوقتي بقينا بنلاقي واحد داخل على السوشيال ميديا عمل فيديو، فتاني يوم نلاقي مامته، وتالت يوم نلاقي مراته، ورابع يوم نلاقي اولاده، فبقى يعني حاجه عائليه كده. فالمحتويات نفسها، حد بيقدم محتوى من لا محتوى، الوضع بقى يعني مؤسف جدا. عايزك بقى بما انك انتقدت الاخرين، فتكلمنا عن نفسك شويه وتكلمنا عن المحتويات اللي بتقدمها. طيب انا المحتوى بتاعي يعني انا بالنسبه لي زي ما بشوف على الميديا حاجات تمثيل، وطبعا الاساتذه كتير بيمثلوا، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلد المحتوى بتاعهم. لوحدي معيش تيم، او كان معايا تيم بس دلوقتي لوحدي. تمام. بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لوحدي وامنتج لوحدي واعمل كل حاجه لوحدي. ما عنديش حته ان انا هحبط، ومش عشان فلوس يعني. انا ما خدتش جنيه من ورا السوشيال ميديا لحد دلوقتي، بقى لي 3 سنين. لا سوي ازاي؟ ده حقيقي.
ليه مش المفروض بيبقى فيه محددين مثلا فيو معين على اليوتيوب؟ طيب أنا مين اللي بياخد؟ انا عندي على اليوتيوب في موجود ده حقيقي نسبه مشاهده معديه يعني الحمد لله معديه، وفي ناس عامله اسامي يعني في ناس عامله اكونتات باسمي وفيديوهات عندهم ومعمولهم كوبي رايت كمان يعني انا لو نزلت ممكن اتقاضى تمام، وجايبين مشاهدات 3 و4 مليون وحاجات كده غريبه تمام، ومش عندي تمام. عندنا يعني في على تيك توك ليا فلوس، هو بيدي فلوس الناس اللي في ناس بتقول ما بيديش، لا هو بيدي حدا حقيقي، انا ليا فلوس على تيك توك، بس عشان اقدر اجيب فلوس لازم بقى لسه اعمل فيزا، عشان اجيب الفيزا دي لازم اروح الجيزه واعمل ومش عارف ايه عشان اخد فلوس، عشان مشوار بس تضيع حقك. ما هاخد قد ايه؟ هاخد قد ايه؟ هاخد ملاليم اللي هو كام يعني على حوالي الفيديو تقريبا هاخد حوالي 50 ل 60. في ناس بتعمل ثروه من خلال يوتيوب والتيك توك والكلام ده. ما هو ده سبب رئيسي زي ما احنا قلنا اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي، قليل قوي اللي بيقدم محتوى، وقليل اللي بيبقى نظرته زي نظره استاذ مصطفى، واللي بيقدم محتوى اصلا ما بيلاقيش برضه مشاهده اللي هي لا هو بيدور ان هو ايه بيقول لك عشان اظهر او عشان اتشهر او عشان احقق اقلل من نفسي ربح فلازم اعمل حاجه مختلفه، فبيضطر يعمل مواقف غريبه جدا مناظر غريبه، ممكن يلبس طبعاً. لست ممكن يعمل الفاظ اشياء غريبه جدا، فدي نفسها اصلا بتاثر على تربيه النشء الجديد. احنا بنقول يا جماعه نهتم بالشباب ومكن الشباب ونهتم باخلاقهم، فانت كده بتدمر الشباب. ده حقيقي. فتنصح حضرتك او حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هو انا يعني انا مش كامل، بس ممكن ادي نصيحه تكمل اللي هديله النصيحه دي، اللي هو يعني يحاول على قد ما يقدر ان هو يشوف الحاجه دي تعجبه الاول، هترضى ان هو والدته او اخته هترضى يا يرضى يعني من نفسه كده ان هم يشوفوا الفيديو ده، لو يرضى خلاص نزله، ما ترضاش خلاص ما تنزلوش، عشان اكيد اكيد طالما ما يرضكش مش هيرضى غيرك. صحيح. دي النصيحه اللي اقدر اديها. انت قلت يوري الفيديو لمين؟ لمامته ولاخته لو يرضى ان هو يوريه لهم. في ناس بيطلعوا يعملوا تيك توك وبيطلعوا يعملوا فيديوهات على اليوتيوب مع والدتهم ومع امهم ومراتهم، بيطلعوا مرات يعني من وجهه نظري الزوجات بتطلع بطريقه بشعه جدا. من وجهه نظري كده مفيش اب او مفيش راجل في البيت. ده حقيقي. طب خليني برضه اتكلم معاك في نقطه ثانيه. الناس اللي بتسمي نفسهم يعني واحد يقول انا يوتيوبر، ففي ناس بتعتبر ان السوشيال ميديا شغلهم الشاغل، هي دي وظيفتهم. يعني على سبيل المثال انت ان شاء الله لما تروح تتقدم لواحده فوالدها يسالك انت شغال ايه، ففي ناس تقول انا شغال يوتيوبر، فيقول له ايه يوتيوبر؟ لا ده انا عندي فولورز كتير انت ما تعرفش اللي فيها، ده انا بقبض من اليوتيوب. فهل دي بقت وظيفه لبعض الناس؟ لا طبعا، يعني ناس كتيره في الميديا برضو، في الميديا يعني انا بتكلم بقى في الميديا الاصليه بقى اللي هو التلفزيون، اساتذه كتير من غير ذكر اسامي هتلاقيهم مثلا ايه ممثل بس فاتح مطعم، ممثل بس فاتح مصنع، ممثل بس فاتح حاجه تانية جنبيه يعني جنب الموضوع، مش ممثل وخلاص، ممثل وحاجه تانية تمام. فالموضوع مش انا يوتيوبر وبس، لا يعني انا دلوقتي انا خريج كليه هندسه لسه متخرج السنه دي تمام، برمجه. الف مبروك على التخرج. الله يبارك فيك. اللي بيبقوا هندسه دول بيبقوا خارجين من الكليه اللي هو افراج. ده حقيقي تمام. فيعني انا بالنسبه لي اتخرجت بس لسه ما اشتغلتش عشان لسه ورايا جيش ولسه ورايا حاجات يعني. بس دلوقتي شغال فين؟ شغال مع والدي في مصنع ملابس، نعمل ملابس حريمي وحاجات زي كده، شغال معاه. مش يوتيوبر وركنت بقى انا يوتيوبر بس ومحدش لا، شغال بصرف على نفسي، مش مستني والدي يجي يصرف عليا او الفلوس بتاعت اليوتيوب اللي هو اصلا ما باخدهاش، بس في ناس بتاخدها ان هي تصرف عليا، لا انا اصرف عليا من جيبي انا من تعب انا عشان احس بالفلوس. صح. احس بيهم النزاهه النزاهه. طب بالنسبه لاول فيديو عملته كان ايه رد فعل الناس، وهل حقق نسبه مشاهده او لا؟ هو اول فيديو عملته خالص انا فاكره ده كان فيديو كنت عامله نصيحه كده، كان يعني لو مش نصيحه كان كنت بروي قصه عن الدين وحاجات زي كده تمام. الحمد لله قبل ما بعمل النصيحه لازم اشوف الموضوع ده حقيقي اللي انا هقوله الاول ولا لا، يعني يعني اللي هو لدرجه 1% شك ما بحبوش، لا لازم 100% صح. فعملت النصيحه ونزلتها، كنت خايف من حاجه واحده بس، ان حد يطلع يقول لي يا شيخ. دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت خايف منها، ان حد يطلع يقول لي يا شيخ، لان انا لا انا عمري ما اقدر ان انا اطول الشرف ده ان انا ابقى شيخ. طب انت الفيديوهات بتاعت حضرتك كانت كلها نصايح يعني؟ لا هي مش نصايح بس، يعني هي ممكن نصايح في حاجات كوميديه بالتمثيل، يعني النصايح بتمثيل برضو، يعني مش بطلع اتكلم، لا ممكن اعمل فيديو تمثيل كامل وفي الاخر النصيحه بتتقال في الاخر تمام. ممكن فيديو كوميدي بس كوميدي ليه حدود، لو مثلا واحد عامل دور اعمى ماشي في الشارع فشايف واللي ماشي جنبيه مش شايف
دواء. طب احنا ممكن نشوف بعض الفيديوهات لحضرتك ونتكلم فيها. اكيد طبعا، ده شرف ليا. اتفضل. ربنا. شوفوا يا جماعه، ده خيالي انا. لا بص كويس، شايف ابوك عايز سيمبا؟ بابا سيمبا انت نسيتني. ابدا ما اقدرش. انت نسيت انت مين وبالشكل ده نسيتني. بص جواك يا سيمبا، انت اكبر كتير مما تتصور. لازم تسترد مكانتك في دايرة الحياة. ازاي استردها؟ انا ما بقتش زي الاول. تذكر تذكر انت مين. انت ابني، انت الملك الحقيقي. تذكر انت مين. لا ارجوك ما تسيبنيش. تذكر بابا. تذكر ما تسيبنيش. ما تمشيش. ده مش بابا، ده خيالي انا. لا بقى لحضرتك، بالنسبه للفيديو ده كان من امتى؟ ده لسه من اقل من شهر. اقل من شهر ايه؟ ده من 20 يوم. تمام. وكان رد فعله؟ كان رد فعله ايجابي جدا، لدرجه ان في ناس اصلا ما كانتش بتكلمني من على السوشيال ميديا، صحابي. تمام، كنا اصحاب ما كانوش بيكلموني، بس سبحان الله لوحدهم كده لقيتهم بيعملوا شير على الفيديو، وابتدى يتشير على الانستجرام، وابتدى يتشير على الفيسبوك. في ناس خدته على الفيسبوك اصلا ونشرته وجابت مشاهدات كتير. تمام. الحمد لله. علشان كده احنا بنتكلم دايما في، طالما انت الناس فعلا في ناس بتعرف تفرق ما بين المحتوى الهادف والمحتوى الهابط زي ما بيقولوا. فعشان طيب كده عذرا للمقاطعه يعني. اسفه جدا. ده طيب يا مصطفى، اي حد فينا بيدخل مجال معين بيتعرض لانتقادات سواء بناءه او هدامه، انت بتتعامل ازاي مع الانتقادات دي؟ لان طبعا في ناس بتقول لا انا ما بركزش مع الانتقادات لان دي يعني هتوقعني شويه ومش هتخليني اركز، يعني لو ركزت مع كل كلمه مش هنجح. وفي ناس تانيين تقولوا لا احنا بنركز قوي في الانتقادات خاصه الهدامه علشان اصلح من نفسي واصلح من المحتوى اللي انا بقدمه. فبتتعامل مع الانتقادات دي ازاي؟ بص حضرتك، هو انا بالنسبه لي شايف ان مش كل الناس انا بحبها. زي بالظبط مش كل الناس هتحبني، فاكيد هلاقي اللي يقول ايه ده، اللي هو بيقوله ده، ولا هو اللي بيعمله ده. ده حاجه زي كده لما تتعرض عندي دي بتلفت انتباهي، بس مش هتلفت انتباهي ان انا اشغل نفسي بيها وافضل بص عليها. طب هو بيقول لي كده، طب هو لا مش هشغل. لو شغلت نفسي بيها هقع. دي بحطها تحت رجلي عشان اطلع بيها. ما هو كلام الناس ده عامل زي الطوبه، يا تحطه تحت رجليك تطلع بيه، يا تحطه فوق دماغك ينزلك لتحت. ده بالنسبه للكلام اللي بيحبط اتجاه فيديو فيه هدف، فيه رساله كده. هل تعرف، طب هل حضرتك بتعرف تفرق ما بين الانتقاد البناء والانتقاد الهدام؟ يعني في ناس كده اصلا بتبقى داخله مع احترام، يعني تخش تعلق الاستاذ مصطفى من منطلق الحقد والغل ان هو غيران ان الاستاذ مصطفى قدم محتوى هادف او اتشهر او او او. فهل حضرتك بتعرف تفرق ما بين الانتقاد البناء والانتقاد الهدام، وده بيبقى له رد فعله عندك ايه وده رد فعله عندك؟ هو بالنسبه لي انا ما بفرقش بالنسبه لاي ردود، لان انا مش عارف، يعني ما دخلش جوه نفسه عشان اعرف هو. هو اكيد في ناس مقربين منك، ماشي، فبيجي مثلا يا مصطفى خلي بالك انت عملت كذا او قدمت كذا او 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 او. حصل. فبتتعامل مع ده ازاي؟ هو لما حد بيجي يعمل حاجه زي كده، هو الغيره حلوه، الغيره حلوه. سيدنا محمد كان بيغير على دينه، فالغيره حلوه مش وحش. بس الحقد ان انا احقد على حد ده اللي وحش. فلما الاقي واحد يتكلم معايا وغيران مني، ده مش وحش، بالعكس. غيران مني معناه ان هو بيحاول يطور من نفسه، بيحاول يقلدني او بيحاول يوصل للمستوى اللي انا فيه. وفعلا ده حصل، ده من زمايلي، وكان زميلي يعني، كان يعني كان كل مره ما باجي اعمل حاجه يقول لي ايه مش لايقه عليك، مش بتاعتك، مش لايقه عليك. ما كنتش بسمع له، ما
ما كنتش بقول طب هي مش لاقيه عليا ليه من وجهه نظره، لا اصل دي وجهه نظره هو. طب في مليون واحد تاني او في الف واحد تاني ليه وجهه نظر تانيه؟ هنتبه لوجهه نظر واحده بس واسيب كل الباقي؟ تمام. طب هل حضرتك بتزعل مثلا لما حد بيقدم لك انتقاد بناء او انت اي انتقاد عامه يعني؟ لان في ناس كتير قوي ما عندهاش حته ثقافه الحوار اللي هو الراي والراي الاخر، فبالتالي لما بيجي مثلا اي حد ينتقده فبص ليه مثلا ياخد جنب او يزعل او يحط في نفسه، ما بيفكرش ان هو مثلا ايه ياخد الانتقاد ده من الجانب اللي هو البناء في ان هو يطلع بيه. لا غلط، ما ان انا ابتدي انتبه للناس ده غلط، اللي هو معلش لو حد بيضرني بكلام على الاقل ده غلط ان انا انتبه له. معلش انا اتولدت لوحدي وهفضل عايش برضو، يعني انت عايش في الدنيا دي وهتتحاسب لوحدك وهتموت وهتدفن لوحدك، فان انت تحط حد جنبك ده غلط، لان انت اصلا لوحدك من ساعه ما اتخلقت وهتموت لوحدك، فان انت تحط راي حد جنبك ده نهائي غلط. ما تشغلش دماغك بحد. طيب كلمنا شويه بقى عن خططك المستقبليه، ناوي تعمل ايه الفتره اللي جايه وبتحضر لايه دلوقتي؟ هو انا بالنسبه لي ناوي ان انا اخش معهد مسرح، ده انا منتبه للحته دي قوي، واحاول برضو ان انا باخد ورش تمثيل، والاكتر ان انا بحاول انتبه ان انا ايه اكتر من العلاقات، لان العلاقات دي هي اللي بتعمل كل حاجه في الدنيا، ان انت تتعرف على شخص او الثاني او الثالث، هو ده اللي بيوصل البني ادم. ممكن فرصه تيجي من حته زي دي، مش لازم بالاجتهاد، ممكن فرصه بالحظ، الحظ اللي هو ايه اللي هو العلاقات. في خطوات فعليه بدات فيها؟ ده في خطوات فعليه جدا، يعني انا دلوقتي في ورشه بتاعت استاذ خالد جلال، تمام، ده تاني شهر ليا الحمد لله، ولسه بقى ايه اللي هو بنوي اتعرف على ناس اكتر تبع استاذ خالد، عشان ايه ابقى يعني على الاقل ابقى لو مش هخش الميديا كممثل اخش الميديا كمطور، اللي هو ابقى ايه مثلا مخرج مساعد حاجه زي كده. استاذ مصطفى جميل جدا ان انت بيبقى عندك هدف وبتسعى ليه وبتدور عليه. على الجانب الاخر الحته دي ما بنلاقيهاش في شباب كتير، او الشباب معظمهم في الوقت الحالي الا ما رحم ربي يعني التفكير بتاعه اجوف، عايز الخدمه تجيله وهو قاعد. ده وفي ناس يعني بالعكس مش عارفين هم عايزين ايه، يعني في حد يقول انا يعني مش لاقي نفسي او مش عارف انا هدفي ايه، يعني بسمع الجمله دي كتير جدا، انا مش عارف هدفي ايه. عايزين من حضرتك نصيحه للي هو مش لاقي نفسه ده، ماشي، ونصيحه للي عايز عنده هدف بس مستني الفرصه تجيله. تمام. هو يعني زي ما انا قلت قبل كده انا مش كامل، بس ممكن ادي نصيحه تكمل بيها اللي هنصحه. تمام. هو بالنسبه للي قاعد مستني الفرصه تجيله، فهي الفرصه مش هتجيلك، ما تستناهاش، الفرصه مش هتجيلك، يا اما تقوم تحاول تجيبها انت يا اما انسى، خليك نايم. دي حاجه. ده صح. تمام. تاني حاجه اللي هي كان الشخص اللي هو بيقول انا مش لاقي نفسي، او بتبص ليه تايه كده مش عارف هو مركز او مش عارف هو عايز ايه، مش مرتب اموره، مش عارف هو هيبدأ منين. ابتدي كده اهدى مع نفسك الأول، قرب من ربنا، ده أول حاجة. تمام. لو قربت من ربنا هتلاقي كده الواحدة كده اللي الهم ابتدى ينزل عليك، وابتدى ان هو ايه دي تتعمل الأول، بعد كده دي تتعمل التاني، بعد كده دي تتعمل التالت، ده اللي هيحصل. بس لما تعمل ايه أول حاجة ان تتقرب من ربنا، ده أهم حاجة. أصلا الصلاة هتاخد منك قد ايه مثلا؟ أنا أصلي وببلاش، مش هتدفع فيها فلوس، ببلاش. صحيح. كله ببلاش وهتاخد ثواب كمان، فخمس دقايق 10 دقايق في اليوم هتفيدك، تلاقي الالهام ابتدى ينزل لك، تفكيرك لوحده هيبتدي يتطور، هيبتدي ان انت وانت بتتكلم مع الناس هيحسوا ان انت مثلا يعني لو عندك 20 سنه هيحسوا ان انت عندك 40، لو 25 هيحسوا ان انت اكبر من سنك. بالطاعه ربنا بيفتح ليك نور البصيره وبيرزقك وقار في قلوب الناس، زي بالظبط ما كان في ابيات شعريه قالها الامام الشافعي: شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فدايما لو كل واحد حط نفسه، أنت دلوقتي عايز تبقى يوتيوبر أو بتقدم محتوى، ففكر في أن أنت هتبقى مثل وقدوة لناس كتير قوي، فازاي تقدم المحتوى اللي يليق بيك. ده حقيقي.
ده حقيقي. يعني انا بالنسبه لي، انا لو مبسوط بحاجه واحده بس حصلت من ساعه ما دخلت السوشيال ميديا لحد النهارده، ففي بنوته عندي على الانستجرام دي بنت دي، انا بالنسبه لي متخذ ان هي بقت مقربه ليا وبقت توامي بسبب حاجه واحده بس. امتى؟ بعاني من اول ما ابتديت. تمام. البنت دي بقت طريقتها، سبحان الله، بقت طريقتها ما باجي اتكلم معاها بحس ان انا بتكلم مع نفسي من كتر ما هي خدت خلاص ان انا قدوه. ففعلا ان انت تبقى قدوه للناس ده حقيقي. يعني انت كده بالنسبه للناس حامل رساله، انت بتحمل رساله، فالرساله دي طالما انت شايلت نفسك المسؤوليه لازم تبقى قدها، يا تبقى قدها يا تتخلى عنها. سيب غيرك عمرك ما هتكون قدوه غير لما تكون بتقدم محتوى يفيد الناس اللي بيشوفوك عشان فعلا تكون قدوه. طيب انت اتكلمت في حته كده ان انت كنت في تيم وبدات ان انت تشتغل لوحدك. ايه سبب انفصالك؟ هو سبب الانفصال بسبب ان يعني كل واحد شاف ان هو نجح لحته معينه، لجزء معين، اللي هو وصل لنسبه معينه من النجاح، خلاص طالما انا نجحت ابعد وابتدي استثمر النجاح ده ليا لوحدي، مش لازم ابقى معروف بالتيم بتاعي. يعني حب ان هو حب يستكمل نجاحه مع نفسه، يعني طمع من الاخر. والطمع بيقل مع جماعه بالظبط. تمام. وده اللي حصل. انا كان في دماغي ان التيم ده ان هو مثلا زي برامج كتيره من غير ذكر اسامي نجحت عشان هم تيم، واسامي مغنيين كتيره نجحوا عشان هم تيم، فلو كنا فضلنا تيم كنا هننجح. بس زي ما تقول كل واحد بعد، فانا لقيتهم بيبعدوا قلت لا اكفي خير شري وابعد انا كمان. اكمل بقى اللي انا بعمله طالما انا مؤمن برسالتي اعملها. صح. هي الحته اللي انا كنت لسه بكلم حضرتك فيها، هي حته ايه اللي لو فعلا كل واحد حط في يقينه ان انت بتبقى مثل وقدوه وهتتسال عن اللي بتقدمه ده يوم القيامه، صحيح او اكيد بالفعل احنا مش هنشوف الحاجات اللي احنا بنشوفها والمناظر اللي بنشوفها على اليوتيوب. فحضرتك عايزين برضو بعض النصائح، بما ان حضرتك يوتيوبر وبتقدم محتوى هادف، تقدمها لكل واحد شايف ان مصطفى السوري قدوة وعايز يبقى زيه في يوم من الايام. تمام. هو لو نصيحة فهتبقى النصيحة اللي هو ايه، لا مش عارف، خايف انصح صراحه، خايف اشيل المسؤوليه بتاعت النصيحه. انت لما بدات مع احترامي، انت حضرتك قررت ان انت تخش المجال ده وتقدم محتوى هادف، ففي كتير شاف احترام الناس للاستاذ مصطفى وللمحتوى اللي بيقدمه، فاكيد حابب يبقى زيه، تنصحه بايه؟ هنصحه ان هو ينصح نفسه بالموضوع الاول قبل ما يعمله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا لما باجي انزل حاجه بنصح نفسي بيها الاول، يعني مثلا ايه، ما تسيبش الصلاه، ده انا قبل ما بقولها اللي بقول لاحمد لمحمد لفلان لعلان، قبل ما اقول له دي انا بقولها لنفسي جوايا. فقبل ما اوجه الكلام للي قدامي لازم اوجه الكلام لنفسي، ابص كده لنفسي واهدى مع نفسي، الكلام ده لازم احس بيه عشان فعلا يوصل للي قدامي ويحس بيه. يعني هل انت بتتمنى ان انت تشوف حد زيك نفس الشخصيه ونفس المحتوى اللي انت بتقدمه ونفس كل حاجه؟ احسن، اتمنى ان هو يبقى احسن. اتمنى ان انا لو هشوف حد اشوف حد يبقى احسن مني بمليون مره. زي ما بالظبط انا بتمنى ان انا عندي قدوه في التمثيل، طبعا يعني استاذ الكبير احمد زكريا الله يرحمه، ده قدوتي في التمثيل كتقمص وكتعايش وككل حاجه. ده انا بالنسبه لي نفسي ابقى زيه، يمكن احسن. انا بتمنى ان انا اتطور وابقى احسن باذن الله. يعني فزي ما بتمنى ان انا ابقى احسن، اتمنى ان لو حد يتمنى يبقى زي، اتمنى ان هو يبقى احسن مني كمان. طب في تدريبات مثلا معينه بتعملها عشان لو اتكلمنا في مجال التمثيل، هل في تدريبات معينه انت بتعملها كده مع نفسك؟ لازم تدريبات طبعا، لازم نفس، رياكشن كل شويه لازم رياكشن، ساد، هابي فيس، لازم تعمل تمرينات. ما هو معلش انا لو ما طورتش من المهارات اللي عندي لازم اطور من السكيلز اللي عندي، لو ما طورتهمش فهيبوظوا. لازم تطور نفسك قبل ما تطور اي حاجه، لازم تطور من نفسك. اكيد طبعا. وفي النهايه بنشكر ضيفنا الجميل الاستاذ مصطفى السوري، شرفتنا ونورتنا. شرف لي والله. وبنشكركم اعزائي المشاهدين متابعي برنامج خطوه، لابد ان احنا دايما نخلي بالنا من استخدامنا للسوشيال ميديا ونحاول نستخدمه في الاتجاه الامثل، وان انت تقدم محتوى هادف وتقدم حاجه تفيد بيها مجتمعك وبلدك وترضى بيها
انت كشخص عن نفسك، لان لو عملت ده هتفرق في حياتك انت كشخص كتير قوي، فلازم ان انت تستخدمها الاستخدام الامثل، لان اللي احنا بنشوفه في الوقت ده حرام جدا. ونشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمة بإذن الله.